بكم ربي بك وحدو عالم كيفاش كنا نخدمو وكيفاش كنا نتورنيو ونصورو، خصوصا اخر فتره كيفاش كنا نجرا وضغوطات ومنا. وكاين الناس اللي شغل خاطيهم هاد الامور، خاطيهم لي ستوري، خاطيهم شنو كل واحد. اول شيء هي لم تكن اول تجربه ليا، كانت كاينه تجربه اولى اللي ما جازتش واللي ما كملناش التصوير تاعها، كان باقي شويه باك نكملو. كانت في رمضان 2018، كان مسلسل اسمه تلك، قلت لكم كان مسلسل اسمه تلك الايام، كان راح يداع على الشروق وكان من انتاج الشروق، لكن وقف لاخر لحظه وما بانش عليه خبر حتى الان. هذه هي باش نكون صريحه معكم، انا نفضل تجربه جديده. يعني انا اصلا ضد الاجزاء، انا شخصيا يعني ضد الاجزاء بزاف، جزء واحد جزء اثنين، مسلسل كي ينجح النهار الاول يعني هذا رايي الشخصي. انا نشوف انه المسلسل لما ينجح في الجزء الاول تاعو ما راحش يقدر يزيد يحقق نفس النجاح في اي جزء تاني ولا تالت، وشفتوها بزاف يعني في بزاف مسلسلات. لكم خير دليل بزاف مسلسلات شفتوهم، يعني ما ناش في عصر ليلى الحلمية ودوك الناس اللي كانوا يديروا أجزاء وأجزاء وأجزاء وبالحارة ويبقوا ينجحوا. فأنا فضلت تجربة أخرى وجديدة ودور جديد. آخر تعليق على النهاية السعيدة، اسكو شفتوا مسلسل مؤخرا اون جينيرال، ما ناش نهضروا هنا في الجزائر، مسلسل حتى في العالم العربي، اسكو شفتوا مسلسل مؤخرا انتهى بنهاية سعيدة؟ بكل بساطة موضة النهاية السعيدة راحت زمان، دوكا نشوفو غير نهاية الغير سعيدة. سبقوا اي مسلسل راح ينتبهوا عارفوا بلي نهايته راح تكون غير سعيدة وغير متوقعة. هما كاين ناس ما انتقدوش شخصية الدنيا، انتقدوا اداء كنزة مرسلي للشخصية وما اصلا ما كانوش فاهمين وشنو هي الشخصية. نورمال، بالعكس فرحت لانه حسيت الشيء اللي خططت له واللي خدمت عليه الحق ووصل. لانه شخصية الدنيا صعيبة بزاف، صعيبة والاداء تاعها فيه مراحل معينة. تعرفوا كي تكونوا زعما تديروا حاجة ولا قبل ما تديروا حاجة وتكونوا متوقعين كاع الناس واش رايحين يهضروا. انا هذاك الشيء كاع كنت بتوقعاته اول ما قريت السيناريو، كنت بتوقع انه راح يقولوا باللي ما تعرفش تمثل هذيك المخلوقة وأدائها بزاف جامد في الأول، ومن بعد راحين يحبوها بس كي بدأت زعما تحب وبدأت تتبدل، ومن بعد راحين يبدأوا يحنوا عليها، يبدأوا تغيضهم، ومن بعد كي تكشف لهم الوجه الحقيقي راحين يكرهوها وتغيضهم ومنطقوا يتعاطفوا معها. صافي بليزير اسي بو مش باتونيش 30 حلقه بون 29 و 30 بيست اوف ميكينغ اوف يا وانا العيد جوزت دايخه. صافي بليزير ولا غير صافي بليزير، هذا هو الكلام اللي فرح واللي نسيك في التعب. معطيكم الصحه والله. شوفي عزيزي ولا عزيزتي، ثقة بنفس لا تبنى بين ليلة وضحاها، ثقة بنفس تبنى عبر تجارب، تبنى عبر مراحل في حياتك، ماشي بليلة ونهار تقضي. لكن نصحك تشوفي محاضرات لدكاترة في التنمية البشرية كما ابراهيم الفقي الله يرحمه، وكاين بزاف كاين بزاف. دخلي اليوتيوب كتبي تنمية بشرية يخرجوا لك، كاين بزاف منهم اللي تقدري تستفادي واللي تقدري يقدروا يخليوك تطوري من نفسك ومن مهاراتك. شوفي ولازم تداومي ولازم يكون عندك صبر. والله هذا سؤال يعني ما نقدرش نجاوب عليه، حتى لو كان انا نكون قادرة ولا نكون شفت ديجا زعما ممثلين لهذاك الدور، بصح بما انه الدور ندار ما تقدرش دوكا خلاص ندار والممثل اللي اداه اللي هو يوسف حيري اداه كيما يلزم وعطيه الصحة وخلاص يعني سوا. تمنيت
زيد معاك ديزاني وعوام، يا ريت ما صحيناش من دوك الأحلام. بدون أدنى تردد التمثيل بدون منازع، لا تمثيل صعب بزاف، مشي التمثيل اللي فات، التمثيل اللي صعيب، المهنة صعيبة، مهنة صعيبة وصعيب صعيب التمثيل صعيب. أولا حبيت نعلق بك على تعلم التمثيل. التمثيل أنا نشوف الفن عموما ماشي الحاجة اللي تتعلمها، الفن موهبة، وكما التمثيل تاني موهبة، لو كان ما يزادش معاك ما تقدرش تتعلمه. بالك سؤالك جميل. شوف هي ما جاتش في الدور الثانوي، الدور هو عبارة عن دور، كان غادي يكون دور يعتبر ثانوي بصح عنده تأثير قوي على المشاهد، عنده تأثير قوي على القصة وعلى السيناريو. أنا ملك الغباء شايفك قطة. يعيشك سي جونتي، يا وقتلتوني بالقدر. التمثيل فعليا فعليا زعما بروفيسيونيل مو في مشروع هكذا باين جاز بديتو على لاج دو 22 كان كاين واحد هكا حاجه صغيره يعني حاجه خفيفه. شكرا على رايك وكلامك، ما زلنا نتعلمو، ما زلنا نتعلمو بزاف بزاف في هاد الدنيا وفي هاد الدومين، وقد ما تتعلم وتقول قليل. والله ما على باليش يعني، ما عندي حتى فكره، لكن ان شاء الله لي ما لا ولا ولا لما ولاش معليش، كما يقولوا كل عطله فيها خير، وكل فرصه تروح يجي وزوج يجي وثلاثه خير منها. اكيد عجبتني وكنت مرتاحه نفسيا، بصح ما نقدروش نقارنوا، هذا دومين وهذا دومين مختلف تماما في كل الظروف في كل الامور، ما نقدروش نقارنوا. ما كاش اللي عجبته نهايه، سألكم نهاية ما كانتش هكذاك في السيناريو انا كي قريتو، كانتش هكذاك تشبه لها شوية بصح ماشي هكذاك حرفيا. نروح الامور تبدلو و لا سوفرانس و كانوا كاينين دورو شوية ما يساعدوش، فهمت؟ بصح الحمد لله كي تشوف هذاك الشيء وتشوف واش قدرنا نمدو نقولو الحمد لله. هي ما جاتش شكون تشبه ليا، جات شكون الدور اللي ما بذلتش فيه مجهود كبير، وشكون الدور اللي حسيت باللي راني ندير فيه مجهود، كيما الدور تاع كنزة ما بذلتش فيه مجهود لانه دور بسيط حتى يعني في الصح في الصح في الصح. وهذا ما تشبه لي يعني، انا ما عشتش الفقر المدقع وما عشتش الغنى هذاك تاع الدنيا، وما عنديش يعني الشخصيه تاع كنزة شويه شويه شويه. انا بعد عاود زعما دوك هكا لازم تمثل هذاك المشهد اللي تبكي وتعيط ومن وتعاود شحال من مره، باسكو كاين اللغج وكاين السيري تاعك وكاين السيري تاعو وكاين المهم كاين بزاف دي بلون، لازم شاك بلون تعاود له وتمدل الممثل. وي عندي 3 فاش نقدر نكون دنيا زعما في شخصيتها؟ لا مستحيل مستحيل. هي مليحه لو كنت تعطيني غير دوك الطوموبيلات وهديك الدار والشركات، وهذا ما كانت وش الزحق. ان شاء الله نعود نولي. لا ما متش نو وي نهاية مفتوحة بصح نو ما متش يعني، تغاشيت برك تغميت لانه صدمة كانت قوية، وانا اللي اخترت نتغم على فكرة، واحد ما قال لي تغمي انا اللي وفاجأتهم. ماما كان عندنا صف مسرحيته الاحترافية، انا نعتبرها بدات في التمثيل يعني بدات هاد العام في دور دنيا فليا. انا بالعكس لي صديق عزيز، جمعنا عمل تلك الايام اللي لعبنا ادوار البطولة وكانوا يا متشابين، نوجه له تحية. الحمد لله يا ربي هذاك هو الصح. نديرهم عند دوك، نحط لكم الكونت تاعها اللي نديرهم عندها، لي سوبر تخدم افيكاس رابيد، خدمه شابه ونقيه، لازم نعاود نروح عندها نطارو ليكا. انا نحب نهضر معاكم هكذا باش نوزن كلامي سينو نتيري برك. مازال شويه، مازال الا ماركيتو مازال ندير لي مانيير تاعها ونطلع حاجبي.
يعني بنت بسيطة طموحة، حتى يعني احتمل يعني الدور ما كانش كبير، يعني مدة تاعه 8 حلقات ماكسيموم، لكن دنيا لا دنيا شغل سفريت معها تعبتني.